برنامج كفاءة الثاني. يعد التدريب في عالم المجتمعات والمؤسسات المعاصرة أداة التنمية ووسيلتها، فهو الأداة التي إذا أحسن استثمارها وتوظيفها تمكنت من تحقيق الكفاءة والكفاية في الأداء والإنتاج، كما أنه عنصر فاعل في تعليم وتنمية الإنسان الذي به يتقدم المجتمع ويبنى. من هنا ومن حاجة الجهات الحكومية والخيرية وعموم أفراد المجتمع في الدلم إلى إعداد الكفاءات وتنمية المهارات، انطلق برنامج كفاءة. وبرنامج كفاءة أحد الشراكات النوعية المستمرة بين الجمعية الخيرية بالدلم ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالدلم، وقد توجت هذه الشراكة بالدعم المشكور من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجح الخيرية ودواجن الوطنية. برنامج كفاءة برنامج تدريبي تطبيقي ابتدأ بتحليل الاحتياج التدريبي للفئات المستهدفة في الدلم على المستويين القيادي والفردي، تبع ذلك انتقاء المدربين المتميزين والسعي لاعتماد البرنامج من الجهات المختصة. وقد اختير له منظومة عمل متميزة سعت جهدها لإتقانه، وها هو اليوم يخطو خطوته الثانية في درب النجاح. يهدف البرنامج إلى دراسة وتحديد الاحتياج التدريبي على المستويين القيادي والفردي في الدلم، تنمية المهارات وتطوير القدرات علمياً وعملياً، تنمية المهارات الحياتية وتعزيز الثقة والعمل الجماعي لدى الشباب. هذه دراسة جراها في أمريكا على اكتساب العادات، وجدوا أن الإنسان خلال 21 يوم يكتسب العادة. سووا على دراسة وقلنا لهم هذه تراها موجودة عندنا، موجودة في الشرع عندنا، وهي يعني اكتساب العادة في رمضان وقيام الليل. استقطب برنامج كفاءة الثاني نخبة من المدربين المتميزين في التخطيط ومهارات التواصل والتنمية الشخصية والبشرية، حيث قدموا خلال البرنامج مجموعة من الحقائب التدريبية التي تخدم الفئات المقصودة، كالتدريب على المهارات الأساسية لمديري التخطيط والتطوير في الجهات الخيرية، والتدريب على مهارات التواصل، إضافة إلى حقيبة في التعريف بالقدرات المكتسبة وتعزيز الثقة بالنفس، وحقيبة مشروع العمر فيها تعريف المتدربين بمشروع العمر وأهميته في حياة الإنسان وطرح أسباب نجاحه، إضافة إلى بيان طرق التعامل مع ضغط الأصدقاء والأقران، إضافة إلى حقيبة تدريبية في التعرف على قوة الذات والعوامل التي تجعل الإنسان متحكماً في حياته وفي أفكاره وكيف يدفع بنفسه نحو الأفضل. كما طرح البرنامج أهمية إدارة الوقت في إنجاز الأعمال وكيفية احتساب النسب المئوية لإنجاز البرامج وأهمية وضع الجداول الزمنية للمشاريع. لماذا نحن في هذا المكان؟ لنتعلم ونطور ونزيد من مهاراتنا بإذن الله عز وجل في
الاتصال والتواصل مع الآخرين. لماذا؟ لأنه كلما ارتفع مستوى القدرات عندك وتعددت مهاراتك، كلما احتاج الناس إليك واستغنيت أنت عن الناس. كلما ارتفع مستوى القدرات عندك وتعددت مهاراتك، كلما احتاج الناس إليك واستغنيت أنت عن الناس. لقد حقق برنامج كفاءة الثاني أهدافه المرجوة، حيث تم تدريب أكثر من 300 فرد من 3 فئات مجتمعية عبر 2730 ساعة تدريبية قدمها 7 مدربين متميزين. وكذلك تم إعداد 6 خطط استراتيجية لجهات خيرية. رافق البرنامج حملة إعلامية نفذتها شركة متخصصة في هذا المجال، وذلك لإبراز أهمية البرنامج وتوضيح حجم الشراكة الناجحة بين المنظمين ورعاة البرنامج، مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجح الخيرية ودواجن الوطنية عبر العديد من المنافذ الإعلانية: إعلانات الطرق، البوسترات الورقية، الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل، اللوحات الداخلية. خطة استراتيجية هي تحول من منطقة ما أو من حالة ما إلى حالة أفضل نسعى إلى تحقيقها، صح ولا لا؟ فبالتالي عشان أنتقل من الحالة اللي أنا كنت فيها للحالة الجديدة محتاج أعمل مجموعة قرارات. إن تلكم البرامج التدريبية القيمة ثمرة للتعاون المشترك بين الجمعية الخيرية بالدلم ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالدلم، وأن لها أن تتحقق أهدافها لولا توفيق الله عز وجل ثم العمل الدؤوب من مسؤولية. برنامج كفاءة الثاني بالتدريب نصل بمجتمعنا نحو المعرفة.